شنو من احمد الخانجي؟ ارسل لي فيلم وثائقي قبل ايام من نتفليكس، قال لي احضره حيعجبك، اسمه ذا سوشيال ديليما او المعضله الاجتماعيه. حضرته وحدث بعدها ما حدث. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. من الصدمة أنا مشيت أقرأ كتاب الكل يكذب، وبقيت أحضر في مجموعة من المحاضرات، ده كله بس عشان أستوعب. وحاليا بعمل في الفيديو ده خواطر عن قوة وتأثير البيج ديتا، البيانات، وعالم السوشيال ميديا اللي احنا فيه وتأثيره على حياتنا. عاوز ألفت انتباهكم بس عن البيانات والسوشيال ميديا. معاكم مبارك جعفر. أثناء ما أنا بحضر في فيديوهات تحضير للحلقة دي في اليوتيوب، فجأة كده جاء إعلان ب12 جائزة في قطاعات ثقافية مختلفة، مسابقة طهي في المملكة، ما عاوز تشارك؟ طبعاً وكنت أنا بقيت أضحك، هو اليوتيوب للدرجة دي متتبع بياناتي وأنشطتي لدرجة إنه بيقترح علي إيفنت أنا ممكن أشارك فيه؟ بقيت بسأل نفسي، هل اليوتيوب وفيسبوك وجوجل بيفهمونا أكثر مننا؟ ليش نو بيجينا الإحساس ده؟ إنه جوجل بيفهمني أكتر مني، أو ممكن تلقى زول في الفيسبوك بيكتب ليت كل الناس مثل الفيسبوك يسألني يومياً بماذا تفكر فيه الآن؟ مبدئياً كده مواقع السوشيال ميديا دي وجوجل ممكن فعلاً يدوك إحساس إنهم بيفهموك أكتر منك، بل أكتر من كده ممكن يغيروا قناعاتك ويوجهوا سلوكك في اتجاه معين، والسبب كمية الداتا اللي هم حافظين عنك خلال فترة من الزمن، إنك أنت بتستأمنهم على أسرارك الخاصة. لما أنت تبحث في جوجل أنا أكره العائلة، أو أعاني من الصداع النصفي، أشعر بالاكتئاب، روايات حزينة، أو حتى لما تبحث عن موضوع جنسي بتخجل إنه غيرك يشوف الموضوع ده. انت كده بتستأمن جوجل على اسرارك الخاصة، ما ممكن تقولها للناس وتسألهم عنها. وبسبب البيانات المتراكمة الجماعة جوجل عنك وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بيكون جوجل قادر على انه يحدد انت بتفكر كيف ومشاعرك شنو ونوع المشاكل اللي بتواجهك، بل اكثر من كده قادر يتنبأ بتصرفك المستقبلي ممكن يكون شنو. ما انت بس، انت والمجتمع ككل. النمط يا صاحبي، النمط المتكرر خلال فترة من الزمن لتصرفاتك ولتصرفات المجتمع ككل. Think of all the data that Facebook has on you. Every status update you ever typed, every messenger conversation, every place you logged in from, all your photographs that you uploaded there. If you start typing something and change your mind and delete it, Facebook keeps those and analyzes them too. Increasingly, it tries to match you with your offline data. It also purchases a lot of data from data brokers. It could be everything from your financial records to a good chunk of your browsing history, right? In the US, such data is routinely collated, and sold. In Europe, they have tougher rules. So what happens then is, by churning through all that data, these machine learning algorithms, that's why they're called learning algorithms. They learn to understand the characteristics of people who purchased tickets to Vegas before. When they learn this from existing data, they also learn how to apply this to new people. وجوجل ما بيكذب. هاك النقطة دي في موضوع الجنس مثلا، سألوا في استبيانات مجموعة من الرجال والنساء المرتبطين مع بعض في أمريكا عن معدل العلاقة الحميمية بيناتهم في الأسبوع. تعال شوف أجوبتهم، أغلبيتهم قالوا أرقام فلكية، مرتين في الأسبوع، ثلاثة مرات في الأسبوع، وعيش حياتك، الدنيا كلها ماشية باسطة. لكن هاك الصدمة، تتصدر جملة انعدام العلاقات الحميمية قائمة عمليات البحث في أمريكا. طيب يا صاحبي، لو الدنيا كلها مبسوطة وشهر عسل على طول، منو الزعلان في عمليات البحث في جوجل؟ Oh, they're looking at your number with envy. All right. Teresa, show us your number. Your number is 5. What was the original thing, a drawing of the planet? You had a 0 originally. Oh, really? 5, all right. And David, your number is? What? 12. Who cares?
لكن هنا في نقطة مهمة جدا، إنه نفس البيانات دي قادرة على إنها تكون مصدر قوة كبير جدا. في كتاب الكل يكذب ذكر الكاتب ستيف ديفنز إنه في بعض الولايات الأمريكية وجد إنه جملة أبي يضربني وأمي توبخني تتصدر عمليات البحث في الولايات دي، مما يدل على إنه الولايات دي بتعاني من إساءة معاملة للأطفال بعكس البيانات والتقارير الحكومية الرسمية هنا. وبسبب بحثه ده اتواصلت معاهم مجموعة من وكالات حماية الطفل بيسألوه عن ولايات المناطق دي عشان يقدروا على أساسها ينشئوا برامج لحماية الطفل في الولايات دي. قوة البيانات اللي لازم نحن نهتم بها ونحن بنفكر في سودان المستقبل، بناء قاعدة بيانات لكل شيء. وبمناسبة البيانات الضخمة اللي جمعتها مننا مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مذكرين جملة الفيسبوك الشهيرة مجاني وسيبقى مجاني دائما اللي غيرت الفيسبوك لاحقا؟ سؤال، المواقع دي مستفيدة شنو من مجانية تطبيقاتها دي؟ مبدئيا كده تصفح جوجل وفيسبوك وتويتر وبينترست وغيرها من المواقع ايوه حاليا مجاني، لكن ما نحن اللي بيدفع، اللي بيدفع الشركات الإعلانية والجهات المستفيدة من الداتا بتاعتنا. وده كله لشنو؟ لهدف مستقبلي للشركات الإعلانية، التغيير البسيط وغير المحسوس في سلوكنا وإدراكنا، تغيير ما نفعله، كيف نفكر ومن نحن. The news feed control room is run by is not accountable to us. It's only accountable to maximizing attention. It's also accountable because of the business model of advertising. For anybody who can pay the most to actually walk into the control room and say, that group over there, I want to schedule these thoughts into their minds. وما في مثال أوضح من الحاجة دي من فضيحة فيسبوك مع كامبريدج أناليتيكا قبيل الانتخابات الأمريكية، لما باعت شركة فيسبوك بيانات ملايين المستخدمين الأمريكيين لشركة كامبريدج أناليتيكا، واستخدمت الشركة لاحقا للتأثير على الناخبين الأمريكيين بما أدى إلى فوز دونالد ترامب في انتخابات 2016. عشان ما تضيع معي، عندنا ثلاثة أطراف، نحن وشركات السوشيال ميديا والشركات الإعلانية أو الجهات المهتمة بالداتا بتاعتنا. بتدفع الشركات الإعلانية ملايين الدولارات لمواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك كمثال، مقابل إنهم تحصل على اهتمامنا وإدماننا على المواقع دي. وركز كتير على كلمة إدماننا دي، هنجيها لاحقا. وفي المقابل بتتحصل الشركات الإعلانية دي على بيانات ملايين المستخدمين اللي بتفيدها لاحقا. السنة الفاتت الفيسبوك ربح من الإعلانات أكثر من 70 مليار دولار. وممكن انت تشوف الموضوع عادي، خليهم يربحوا، وين المشكلة؟ المشكلة يا صاحبي انهم بيغيروا في عاداتك وسلوكياتك اليومية وبوجهوك لمجالات ما كانت من ضمن اهتمامك اساسا، بيقترحوها عليك زي ما بيقترحوا علينا الاصحاب والفيديوهات والايفنتات وصفحات اللي بنتابعها. بيتعلموا عديل في مختبرات ستانفورد على سبيل المثال تقنية الاقناع البرسويسيف تكنولوجي، وكيف انهم يحولوا سيكولوجية ما يقنع الناس الى تكنولوجيا. بنتكلم عن ناس بيتعلموا كيف يقنعوا مجموعة هائلة من البشر بسلوكيات محددة. في الفيلم الوثائقي أتكلم عن تصميم المواقع زي الفيسبوك والجيميل والبينترست بشكل يؤدي إلى إدمانك عليها وإنك ترجع لها وقت ورا التاني. علماء متخصصين في علم النفس فاهمين العادات والسلوكيات البشرية ونقاط الضعف بتاعتها، وقادرين يوقعونا في حب وإدمان المواقع بتاعتهم دي. إنك أنت المنتج في النهاية، وكل ما قعدت أكثر كل ما ربحوا أكثر. I'll give you a hint why this is happening. What do you think makes more money in the United States than movies, game parks, and baseball combined? Slot machines. How can slot machines make all this money when we play with such small amounts of money? We play with coins. How is this possible? Well, the thing is, my phone is a slot machine. Every time I check my phone, I'm playing the slot machine to see what am I going to get? What am I going to get? Every time I check my email, I'm playing the slot machine to say, what am I going to get? Every time I scroll a news feed, I'm playing the slot machine to see what am I going to get next? وهنا تجي في بالي مجموعة من الأسئلة. هل نحن واعين بنفسنا وحياتنا؟ هل نحن واعين بعاداتنا وسلوكياتنا اليومية؟ هل نحن عارفين أصلاً كيف بتشتغل عقولنا؟ هل قرأنا عن ماهية الإدمان؟ عن الدوبامين هيت؟ الدوبامين هرمون السعادة؟ فلو كانت كل الأجوبة يا صاحبي على الأسئلة فاتت هي لا 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 ما بنعرف، طيب كيف حتكون حياتنا؟ تي ضياع، اكتئاب، عدم تقدير للنفس، عدم رضا عن الحياة، إحباط مستمر، البحث الأجوف المستمر عن تقدير وإعجاب الآخرين بنا؟ هل كانت دي حياتنا نحن عاوزينها وإحنا بنتابع في السوشيال ميديا؟ And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation,
misinformation, mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. طبعا كل الأسئلة اللي فاتت دي بتطرح سؤال كمان بالنسبة لي أكبر منهم كلهم عن طبيعة التفاعل بينه وبين التكنولوجيا اللي بين يدينا الآن، لأنه كمان من غير المنطقي إنه نقول خلاص بلاش تكنولوجيا ونرجع إلى عصر ما قبل الإنترنت عشان نكون ناس طبيعيين. لكن برضو في سؤال زي ما قلت لكم، طبيعة التفاعل بيناتنا وبين التكنولوجيا يفترض تكون كيف؟ وده حالته نحن ناس كبار وواعين، فما بالك بالأطفال الصغار مدمنين على السوشيال ميديا. إحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا بدأت تتجذر أكثر وأكثر في جذع الدماغ نفسه وبتسيطر على شعور الأطفال والكبار بقيمة الذات والهوية. مفاهيم زي الثقة بالنفس والإرادة القوية وحب الذات والتواصل الجيد مع أفراد العائلة والقدرة على التساؤل وتبيان السلوك الصحيح من الخاطئ وغيرها من المهارات الاجتماعية الأساسية للشخصية في تكوينها، دي كلها مفاهيم لازم تتزرع فيهم. وللمفارقة، في الفيلم الوثائقي كثير من مهندسي ومصممي المواقع ومؤسسي لما كانوا بيتكلموا عن السوشيال ميديا والعائلة كانوا كلهم بيجمعوا على انهم بيمنعوا اطفالهم من استخدام السوشيال ميديا لحد ما يصلوا للهاي سكول، لحد ما يصلوا الثانوي. بل ان البروفيسور أجارين لينير بيتكلم في كتابه عن انه بيعرف كثير من ناس السيليكون فالي، الناس اللي عندهم الشركات الضخمة في التكنولوجيا والسوشيال ميديا، بيرسلوا اولادهم لمدارس عشان يتعلموا، مدارس بتمنع استخدام التكنولوجيا، مدارس بتدمج الارت والنيتشر والميوزك في مناهج التعليمية لكن ما بتدمج التكنولوجيا. ده كله شنو؟ مش حاجة غريبة؟ وقبل ما أختم عندي سؤال، هل نحن قادرين على تمييز الحقيقة من الإشاعة؟ إننا نبحث عن حقيقة المعلومة اللي بنشوفها في السوشيال ميديا قبل ما نتفاعل معها؟ لأنه خوارزمية السوشيال ميديا مصمم على إنها تنقل لنا الأخبار المضللة واللي بترفع الضغط ونظريات المؤامرة أكثر من الحقيقة. لشنو؟ إن هي دي اللي عندها القابلية للانتشار وبيشوفوا أكبر عدد من الناس. بالعربي الأخبار المضللة سبب للربح الهائل للشركات. طيب هل نحن قادرين على إننا نميز الحقيقة من الإشاعة؟ يا أخي أكثر من كده، هل إحنا قادرين على إننا نضع حد فاصل ما بين حياتنا الشخصية وتوازننا النفسي والعاطفي فيها ما بين ما يحدث في العالم الخارجي بكل جنونه؟ Now, if this is making you feel a little bit of outrage, notice that that thought just comes over you. Outrage is a really good way also of getting your attention. Because we don't choose outrage, it happens to us. And if you're the Facebook news feed, whether you'd want to or not, you actually benefit when there's outrage. Because outrage doesn't just schedule a reaction in an emotional time space for you. We want to share that outrage with other people. So we want to hit share and say, can you believe the thing that they said? And so outrage works really well at getting attention, such that if Facebook had a choice between showing you the outrage feed and a calm news feed, they would want to show you the outrage feed, not because someone consciously chose that, but because that worked better at getting your attention. وهنا ممكن يكون الختام اللي أنا عاوز أصليه بعد كل كلامنا عن البيانات وعن السوشيال ميديا. مهم إننا نعرف كيف نستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح بيؤدي إلى استفادتنا منها، إننا نتحكم فيها ما العكس، وإننا نفهم حياتنا وواقعنا ونبعد عن السعادة المؤقتة اللي بنبحث عنها يوميا وعن الإعجاب المؤقت بين الناس. Start by turning off your social apps and giving your brain a break. Because then you will at least be a little bit more motivated to not be motivated by what everybody else fucking thinks about. وخلينا ما ننسى إن شركات السوشيال ميديا بتستخدم تقنية الذكاء الصناعي أكثر ذكاء مننا، لأنها عندها كل البيانات الضخمة عننا وقادرة تتوقع تصرفاتنا، وعليه قادرة على إنها توجهنا لمجالات هم عاوزيننا نشوفها دائما بدل الحاجات الجاية مع أهدافنا وقيمنا في الحياة. وده بوديني لنتيجة متطرفة نوعا ما، إنه كل واحد فينا محتاج إنه يقرأ عن أساسيات السايكولوجي وعلم النفس كنوع من الالتزام الشخصي تجاه نفسه إنه عاوز لها الأفضل. خلينا متذكرين كل ده ونحن نجاهد لنكون ما نريد، وسنكون بإذن الله. تحياتي.